السلام عليكم، تحية للجمهور الزوين وتحية لكم ديما. وكما كتشوفوا وعدتكم بفيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، واخا تعطلت عليكم شوية تقريبا واحد الاسبوع دابا ما وجدت لكم شي فيديو، ولكن اليوم كما كتشوفونا الحمد لله زرنا مدينة طنجة كيما ماشي مراكش. اليوم طنجة والحمد لله لقينا امطار خير كما كتشوفوا، الحمد لله واحد النهار زوين، ونتمنوا ربي يزيد يرحمنا برحمته الشتاء، هي احسن حاجة. كما كتشوفونا دابا حنا مقابلين مع البحر، الله يرحل. هانتوما كتشوفوا المدينة، مدينة طنجة اللي هي عروسة الشمال، وان شاء الله نتمنى يجيكم الفيديو زوين ويجيكم خفيف على قلوبكم حيتوما ناس زوينين، وان شاء الله ديما موعدكم انا بالفيديوهات. وتحية للجمهور ديالي الزوين اللي هو من مدينة طنجة، وبالخصوص حتى هو حاط الناس اللي حاطين الفيديوهات ديال الحفلة. اليوم زرناكم هنا في مدينة طنجة، ولكن سمحوا لي بزاف يعني ما لقيتش الفرصة باش ندير معكم شي فيديو، لكن مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. وتحية لصديقي العزيز اللي هو من مدينة الشاون اللي هو عبد الله، اللي هو ديما كنشوفوه عندو الأحداث الجبلية. واليوم جينا لعندك أخي عبد الله لمدينة طنجة من مراكش اللي هي 500 كيلومتر من مدينة طنجة، من مدينة مراكش عفوا إلى المدينة طنجة. صراحة نتوما ديما مفجين وديما بين الناس، تحية لكم كبيرة بزاف، بقاو معايا. كما كتشوفوا هذه هي الطريق ديال الحافة، دابا بغينا نهبطو لهنايا لتحت لهاد الحاشية ديال البحر، كتكون زوينة هاد الطريق هادي، يعني كدور بالمنطقة ديال الطريقة ديال طنجة كاملة، كتشد من شو يقولوا لها من المرسى تمشي اتجاه. حذاري بلا يضحكوا علينا الدراري، غير شويه بشويه يا بنا امير. تبارك الله، كما كتشوفوا هادو هما اللي فين كتشوفوا هاد المنطقه، هذه هي اسبانيا اختي رابعه، ها احنا في مدينه هي المسافه اللي هي كيقطعوا لبنادم اللي كيهرب المغرب. شوفوا هذه هي المسافة ديال البحر اللي هي 18 كيلو من مدينة إلى البوغاز إسبانيا. تي من هنا طول واحد، كنتمنى إن شاء الله ديما تكون السلامة وتشوفونا نهبطوا منها مع دابا أمطار الخير، صعيب الأمر لكن إن شاء الله خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا الحاشية ديال البحر باش نشد لكم هذي وهذي المنطقة كاملة. كنت راه هاد الفيديو هذا يعجبكم زوين 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 زوين، حيت نتوما زوينين تشوفوا الجو على البحر واحد. كما كتشوفوا الربيع واقف على الشتاء، ها هو يعني كنتمنوا خاصو على الشتاء ربي يعاوننا تكون القضيه زوينه. نتمنى تخرج بسلام هاد الهبطه هادي، ما كايناش الشتا كتكون القضيه شويه قاصحه، ولكن حتوما هما ديما جداد هاد كان ديما كنبغي نوجد فيديو جديد، ونتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم. اليوم ان شاء الله تكون لكم واحد الجوله زوينه بالنسبه ندخلوا اول مره كيدخلوا لعندي، اللي هي قناتي وقناتكم اللي هي ابراهيم الدميعي،
ما تنسونيش بلايك الكومنتير والاشتراك باش ديما يوصلكم ان شاء الله الجديد. هاد الهبطة هادي من هنا فين كيهبطوا في الدريجات باش اللي كيبغي يهبط للبحر من هنا. هانتوما كتشوفوا فين حاطين الرجل ديالنا من هنا والواحد كيتم طالع طلع او تهبط. المهم غير هو الواحد اللي يكون هابط يحاول بشويه بشويه. ديما ابراهيم الدميعي قانتي وقانتكم ما تنساوش لايك الكومنتير والاشتراك ديما ديما دائما. تحيه للجمهور ديالي عبر العالم والناس تونس والجزائر والمغرب. تحيه لكم ناس لطنجة اسبانيا خيرونا برشلونة ام حسين تحيه لي منا ترخيلونا. تحيه قناه زوينه كتعاونكم يعني كيوريكم جميع الديكورات في اسبانيا باش الواحد اللي ما كيعيش في اسبانيا يدخل لعند محسن خيرونا ويوريوه كاع جميع المناطق السياحيه في اسبانيا. وديما لايك وديما الاشتراك. الله يبارك قاو معايا تما. أو معي تلا خير إن شاء الله. كما كتشوفوا دابا هبطنا من الجبل. ها هو الجبل، ها هو كما كتشوفوا هو هذا الطريق ديالو. هي هذه من كتهبط هذه في تما معدل الجرده. تحيه الناس اللي هما واقفين على هذه الجرده كما كتشوفوها في الحجر يعني ساقينها ومنظفه، ولكن كاينه شي وحدين اللي كيجيو كيكرفسوها حشومه. خاص الواحد ديما يحافظ على هذه الجرده هذه كما كتشوفوها نقيه وديما تبقى نقيه. هذه هي المنطقة اللي كيسميوها الحافة، كتهبط من هنا كتهبط للبحر. هاهي هاد البلاصة هادي هي منين بنادم كيبدل الجو. كما كتشوفوا الشانطي هو الطريق الرئيسية كبيرة، كاين باركين لهي وبنادم كيجلس هنا مع عائلته مع الأصدقاء ديالو. هي بلاصة زوينة. بالنسبة للبحر هو هذا، هاهو كتشوفوا Thank you.
اليوم جوله خفيفه، غندير لكم شي فيديو طويل. المهم غندير لكم لقطات زوينه وصافي، باش ان شاء الله ديما يكونوا الفيديوهات كيعجبوكم. وما تنسونيش باللايك والكومنتير والاشتراك، وتهلاو فراسكم وتحيه لكم.